الجزائر لدرجه اننا ماشي كاس العالم، حنا كاس العالم ما نقدروش حتى نفكروا فيها، كاس افريقيا ورفض بلف هنا، ومن بعد قال لك 24 ساعه قبل قال لك رانا انسحبنا. ملي بريكس مربوط ولافروف قال لك انت ما عندك وزن، ما عندك هيبه، ما عندك مواقف. الجزائر تقدمت لطلب لتنظيم كاس افريقيا ما صحتش اخويا، قالوا لنا انتم شويه ما عندكمش بنيه تحتيه وكلش. دركا عندك، عندك جيرانك من هي راحين ينظموا كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، وعندك المملكه العربيه السعوديه راح تنظم كاس العالم 2034. هل انت يغيظك الحال كي نقول لك الكلام هذا؟ انا صح يغيظني الحال باسكو بلادي ما نظمتهاش، بصح نتمنى الخير للبلدان الاخرى الله يسهل عليهم. الجزائر بحجمها وبلد ريعي وعندنا بترول وغاز وكل شيء، من المفروض عندنا بنيه تحتيه باش ننظموا منافسات. كيفاش هذوك جيراننا اللي اصلا انتم تقولوا يعيشوا ظروف صعبه وانا متفق انه ظروف صعبه، عندهم لوبيات تشتغل. وانت علاش ما عندكش لوبيات؟ انت ما عندناش علاقه مع اسرائيل خويا، حنايا ما عندناش علاقه مع اسرائيل في كاس العالم. انت اللي دخلت لي الطوابير اليوم، رانا موضوعنا هو رؤيه دبون طوابير 2030، هي رؤيه استراتيجيه النظام الجزائري من اجل اننا في 2030 ننظموا الالعاب الاولمبيه في الطوابير. خويا تفضل اخويا، احنا لا ما نستهزئش بالبلاد تاعها اخويا، احنا الله يهديهم. نتكلم عن النظام، فرق بين النظام والبلاد وبعد نروح تحكي معايا. لا المغرب، موريتانيا ليبيا حاله واحده اخرى، عندهم البترول والغاز كيما احنا. تادي عندها بترول والغاز، هما ما عندهمش مال، المغرب ما عندهمش الفوسفور وما الفوسفات، ما عندهم والو، الفلاحه عندهم كل شيء هما ثاني. الفلاحه يخدموا يشمروا على يديهم ويخدموا الفلاحه. ما عندهاش بترول سيدور، ما يكون عندها البترول ما يخدمش كيما الجزائر. احنا اللي عنده البترول ما يخدمش اخويا، هادي ما مشي خدمه تشتكي واحد جزائري. بصح البترول، شوف السعوديه، اصبر، المملكه العربيه السعوديه عندها البترول ما يخدموش، بصح عايشين مليح. بصح عندها البترول عايشين مليح. السعوديه ما كاش الفقر في السعوديه؟ كاين طوابير في السعوديه، كاين اللي مراش خدام، كاين اللي ما عندهاش. وعلاش في بلدان اخرى؟ علاش ما على باليش انا في زيمبابوي ما كانش طوابير كيما في الجزائر؟ دين على الشيطان اخويا، انا نهضر لك هكا تقول لي زيمبابوي تاعي برك انا ماني نعطيك في اكثر البلدان وقارن لك مع المانيا اخويا ولا مع سويسرا. راهم يشوف اي خويا، نعمل لك مقارنه مع سويسرا. هذه سويسرا اش دخلني بتوصلني لسويسرا؟ سويسرا سي اوتر شوز، ما نخافو با ميلو. لا لا صاحبي، كان يقول باللي سويسرا فيها طوابير الخبز. لا اخويا عندي صاحبي مالك خويا، مالك والله ما تدخل مالك خويا. والله لا طيحني بالضحك انت. كاش لي ستاد خويا؟ ما كاش لي ستاد في الجيري؟ شوف خويا، شوف خويا، نقول لك حاجه، هي ماشي قضيه ديستاد، هي قضيه بنيه تحتيه، ما عندكش البنيه التحتيه. شوف باسكو انت باش تنظم، شوف الكاس افريقيا نعطيك بركه، وعلى بالك ما عندكش المعلومات انت تبان لك. خليني نهضر، سامحني بعدا لازم نفهموا هذه باش الناس تفهم. انت راك تظنها باللي تنظيم كاس افريقيا يجي ويشوفوا هذاك الملعب تاع مونديلا فيه شويه الاضواء ويقول لك انا عندهم استادات نعطيهم كاس افريقيا والجزائر شوكر لافريك، وانت باين يتبان لك باللي راك وطني كي تقول الكلام هذا. شوف خويا، تنظيم مثلا كاس افريقيا يجيو لجان مختصه يدرسوا القضيه، كاين معايير، كاين ديزاندكس. اخويا انا سحبت الكلام، صحيح انا سحبت الكلام، سحبت الكلام، ما كانش طوابير في العراق. اي ما كانش طوابير. شوف انا ما قلتلكش في الجزائر ثاني ما كانش. شوف في الجزائر هذوك اللي راهم يروحوا لك التعاونيات هذوك سي نورمال، لو بري مدعم موان شير، سي نورمال تلقاهم كاع الناس تبغي تدي. وعلاش الناس يروحوا ليهم؟ باسكو موان شير خويا، موان شير باسكو ما يقدروش يشريوها بالسعر الموجود. لماذا ما يقدروش يشريو بالسعر المتوسط؟ غير كاين المسكين، كاين اللي ما راهش خدام، كاين اللي ما عندهش واحد. وعلاش في بلدان اخرى؟ علاش ما على باليش انا في زيمبابوي ما كانش طوابير كما في الجزائر؟ دين على الشيطان اخويا، انا نهضر لك هكا تقول لي زيمبابوي انت يا بركاني. ماني نعطيك في اكثر البلدان وقارن لك مع المانيا خويا ولا مع سويسرا. راهم يشوف اي خويا، نعمل لك مقارنه مع سويسرا. هذه سويسرا اش دخلني بتوصلني لسويسرا؟ سويسرا سي اوتر شوز، ما نخافو با ميلو. لا لا صاحبي، كان يقول باللي سويسرا فيها طوابير الخبز. لا اخويا ما يفو با، يفو با اخويا، هذوك الدول، هذوك الدول متطوره هذيك. اوكي اوكي، راني نقارن لك. شوف نقارنوا سيدي بالصومال، بلد يعيش، بلد يعيش سوء التغذيه، ما عندهمش طوابير خويا. يا خويا ترك حصل لي غير في الطوابير، هذا ما كان بك غير طوابير يا خويا. لا انت اللي دخلت لي على الطوابير اليوم، رانا موضوعنا هو رؤيه تبون طوابير 2030، هي رؤيه استراتيجيه تاع النظام الجزائري من اجل اننا في 2030 ننظموا الالعاب الاولمبيه في الطوابير خويا. تفضل اخويا، احنا لا ما نستهزئش بالبلاد تاعها الاخر خويا، احنا الله يهديهم. نتكلم عن النظام، فرق بين النظام والبلاد ومن بعد نروح تحكي معايا. لا انا خويا نورمال، حنايا نقولوا الله يهديهم خويا ان شاء الله، وان شاء الله هي ان شاء الله. هلا حسن، نقول لك شباب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شباب يدير تا يا صاحب السقسي كيا بازي، لا تقدر تدير تا ولا انا شنو نقدر نديرو؟ انت ولا انا واش نقدروا نديروا؟ انا راني نتكلم على الاوضاع الكارثيه وراني نفسر للشعب الجزائري ما يحدث، الناس اللي نقدر نوصل لهم. الشعب الجزائري كاع على باله شنو راه كاين في الجيري.
اوكي تسمى انت واش قلقك فيا؟ انا عادي نهضر كيما نحب. ما قلتلكش انا غير نتحاور مع خويا، انا ما قلتلك اخويا تفضل. انت قلت لي الجزائر مليحه، قلت لنا كي طلعت مع الاولى كبر وكلش متوفر. الدول العالم الثالث شمال افريقيا كاع راهم كيف كيف، ما نزيد لا واحده على واحده خويا. النيل المغرب كامل كيف كيف، نجوعوا كامل كيف كيف، والحاله مليحه. وما عندهم كيما هكرنا في سله واحده خويا كيما خويا. تونس المغرب موريتانيا موريتانيا ليبيا حاله واحده اخرى. عندهم البترول والغاز كيما حنا، تدي عندها بترول والغاز اللي هما ما عندهمش. ما المغرب ما عندهمش الفوسفور والفوسفات، ما عندهم والو. الفلاحه عندهم كل شيء، هما تاني الفلاحه يخدموا يشمروا على يديهم ويخدموا الفلاحه. ما عندهاش بترول سيدو، ما يكون عندها البترول يخ ما يخدمش كيما الجزائر. احنا الجزائر تسمى اللي عنده البترول ما يخدمش اخويا، عاودي ما مشي يخدموا. تشد كي واحد الجزائري بصح البترول. شوف السعوديه، اصبر، المملكه العربيه السعوديه عندها البترول ما يخدموش، بصح عايشين مليح. تسمع احنا عندنا البترول عايشين مليح، عايشين مليح في السعوديه. ما كانش الفقر في السعوديه؟ كاين طوابير في السعوديه. قسما بالله السعوديه، وروح نقول لك واحد ليفي، قسما بالله الفقر كيتغير. قسما بالله قال لك يا جدك، انت منين تجيب في المعلومات تاعك؟ راني نقول لك انا مالك، انا عندي صاحبي شاري. مالك خويا مالك، من السيتي والله ما تدخل مالك خويا مالك. والله لا طيحتني بالضحك انت. انا فكر زمان وانت تاهر زمان اللي طهراني، وانا نحب الجزائر تاعكم ونحب الهضره تاعكم. تسمى تجي حلوه هكا صح يا خويا. شوف ربي يحفظك خويا، الله يهنيك. شوف اخويا، هو المشكل. شوف شوف انت يا دركا، هل عندك اشكال في انني انا اعبر على، ولا بالك في الطريقه تاع الطرح تاعي عندك اشكال مع هذا اخويا؟ شوف انا غادي نقول لك حاجه، عند من الحق تاعك تعبر بالطريقه اخويا، من حقك خويا. انا ما قلتلكش مانيش كونتر، انا كاين حاجه باغي نقولها لك، بنقولها لك شوقي خويا على ما تقوم به داخليا. انا بالنسبه لي الامور في الطريق الصحيح، مش من حقي نقول الكلام هذا. لا من حقك بصح، كاين انا اللي شفته كاع خويا كاع بزاف. بصح بصح بصح، كيما مثلا انا نعطيك، انا يعني انا كنت بكريك مثلا، كنت نمشي نشوف هشام عبود. نعطيك انا اكزوبر، انا غير نحكي خويا، ما تذكرليش الاشخاص، خلينا من الاشخاص. هو راني غير نقول لك، انا كنت مثلا خلينا من الاشخاص. انا والله ما نحب يعني، انا غير نقول لك، انا غير نقول خويا، انا غير نقول خويا. شوف نبغي نسمع لهم، نبغي ندي سمري، نبغي ندي منهم، نبغي نسمع. بصح كيقعد يزايد لي في دوله على الدوله تاعها ويضل طاف 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 طاف. لا بزاف خويا، انتظر وقت. راك معارض جزائري، هضر على البروبليم تاع الجزائر وتكلم على الجزائر وتكلم على الشعب الجزائري. انت راك تهضر على حالات اخرى، انا نتكلم على نفسي. انا لازمني ناخذ معايا تما كاين مثلا نماذج تاع بلدان واش راهو يقوموا بها، وباش يفطن الشعب الجزائري لازمني نقارن له. مثلا انت تحب البولا خويا، في ورا تحب البولا خويا. نيشان واه نيشان. درك حنايا مثلا الجزائر تقدمت الطلب لتنظيم كاس افريقيا، ما صحتش اخويا، قالوا لنا انتم شويه ما عندكمش بنيه تحتيه وكلش. درك عندك جيرانك من هي راحين ينظموا كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال، وعندك المملكة العربية السعودية راح تنظم كأس العالم 2034. هل انت يغيظك الحال كي نقول لك الكلام هذا؟ انا صح يغيظني الحال باسكو بلادي ما نظمتهاش، بصح نتمنى الخير للبلدان الاخرى الله يسهل عليهم. صح هذه انا كي كمعارض مثلا نقول، يعني كيف انه فينا مهما كان الجزائر بحجمها وبلد ريعي وعندنا بترول وغاز وكل شيء، من المفروض عندنا بنية تحتية باش ننظموا منافسات. كيفاش هذوك جيراننا اللي اصلا انتم تقولوا يعيشوا ظروف صعبه، وانا متفق انه الظروف صعبه يعني عندهم لوبيات تشتغل. وانت علاش ما عندكش لوبيات؟ انت ما عندناش علاقات مع اسرائيل خويا، حنايا ما عندناش علاقات مع اليهود. مش دخل اسرائيل في كاس العالم. لا اليهود حلينا نسحب هذه الغلطه. اسرائيل انت كن ذكي، انا كن ذكي. واه معليش خويا تذكرني سيفري صافي بليزير. راني فاهمك انت ناس بلاوي، وقلت لك نهارنا منكم ناس بلاه. يعني انا نحب تسمى تجي هكا مؤصلين. شوف خويا دركا انت قلت لي على كاس العالم، كاس العالم ما عندوش علاقه، لا ما عندوش علاقه في الدواليب تاع الفيفا. لو كان تقول اصبر عندها لا ما في كل شيء خويا، اصبر دركا كاين لوبي يدعي الولايات المتحده الامريكيه، صحيح اللوبيات راهي موجوده. قلت لك في كرة القدم الفيفا دركا تسمى المملكة العربية السعودية دعمت انها تاخذ كأس العالم 2034.
لا العربية السعودية صح سيفري راه عندها راهي ما نكذبش عليك راه راهي في تقدم هذيك سيفري في المغرب دعمتهم هذه اسرائيل. ما قلتلكش المغرب انايا المغرب مالك انا ما هضرتش المغرب راه صار لكن راه صارينا حنايا انا بالي الناس شوف انت واه المغرب واه المغرب واه الناس يتحسسوا بالمقارنات دونك انا ما نقدرش ما نقارنش انا لازمني نقول لك بانه كيفاش هذا البلد اللي يقولوا يعيش صعوبات وحقيقه كاينه صعوبات اجتماعيه كبيره وعادي بصح كيفاش داو كاس العالم وحنا كاس افريقيا حنا الجزائر ما قدرناش نديو كاس انا كنت نتكلم على المغرب انا الشعب راه كيما الشعب كيفنا احتراماتي اليهم وراهم كيفنا بساكين قالي في الموضوع تاع كاس العالم علاش هو بدا كاس العالم تاعهم الحكومه المغربيه حكومه عامله ليسي نورمال راهي تدعمها في كل المجالات فودي قبيل في اسبانيا اصبر اسبانيا والبرتغال داو كاس العالم اللي يلعبهم نو لا لا اسبانيا البرتغال لا اسبان هذيك سي لوروب خويا مثلا هو تنظيم ثلاثي خويا المغرب اسبانيا البرتغال وا باسكو سي فوالا سي دي فوازان ا كوتي خويا حدا بعضهم سي نورمال بصح اسرائيل اللي دعمت المغرب باش تبدا كاس العالم خويا سيري الله ما في كل شيء مالك هذه ما هذه ما تعرفش خويا اسبانيا راهي من اكبر مؤخرا راني معاك سي فريلي ماشي مؤخرا على بالك علاش اصلا اسبانيا خويا على بالي من وقت الاندلس من وقت الاندلس جو سي دبلوماسيه كبيره على دعمت اسبانيا باش تدي كاس العالم خويا ما قلت لكش دعمت مي أنا إسبانيا راهي تصبر هو إسبانيا فرض أصبر 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 خويا خويا الوهراني بالعقل باش نفهموا القضية راهي معقدة دونك إسبانيا راحت هو ملف ثلاثي قالت لهم السلام عليكم يا جماعة قالت لهم شالوم قالت لهم أنا راني ندعم خير هذوك المغرب هذوك العمالة تاعنا بصح إسبانيا راني ما ندعمهاش وهو ملف ثلاثي تسمى يتخيل الشق المغربي هذه هي الرأي تاعك خويا انا الراي تاعي الحكومه المغربيه ما بهاش الشعب المغربي هي دعمت الحكومه المغربيه هذه دونك اسرائيل دعمت الحكومه المغربيه باش تنظم كاس العالم والمغرب كانت دعمتها اسبانيا وملف ثلاثي مع بعضهم خويا هذيك سي نورمال كيكون واحد انا ندعم واحد سي نورمال هادو كي بصح خويا اسمح لي المغرب احنا ما عندناش لي ستاد في الجيري ما عندناش لي خويا راني اسمع ما عندناش لي ستاد في الجيري اسمع دوك الغرب دوك الغرب في القضيه هذه سكت باش هكاك باسكو شغل خلاص تما راحوا ما كاينش لي ستاد خويا ما كاينش لي ستاد في الجيري شوف خويا شوف خويا نقول لك حاجه هي ماشي قضيه دي ستاد هي قضيه بنيه تحتيه ما عندكش البنيه التحتيه شوف باسكو انت باش تنظم شوف الكاس افريقيا نعطيك بركه وعلى بالك ما عندكش المعلومات انت تبان لك خليني نهضر سامحني لازم نفهموا هذه باش الناس تفهم انت راك تظنها باللي تنظيم كاس افريقيا يجي ويشوفوا هذاك الملعب تاع مونديلا فيه شويه الاضواء ويقول لك انا عندهم استادات نعطيهم كاس افريقيا والجزائر شوكر لافريقيا وانت باين يتبان لك باللي راك وطني كي تقول الكلام هذا شوف خويا تنظيم مثلا كاس افريقيا يجيو لجان مختصة يدرسوا القضية كاين معايير كاين ديزاندكس يقيسوا بهم مثلا يخذ بعين الاعتبار كل شيء البنية التحتية من طرقات من منشآت فندقية من قدرة على استضافة يعني الناس اللي يجيو من حتى أنه مثلا كاين طوابير على العدس مشكل إذا الناس جاو ما لقاوش العدس هذه راني نضحك برك ولكن أنه من كل النواحي درك هما كي يروحوا يشوفوا الملف الثلاثي الاسباني البرتغالي المغربي ولا الملف تاع المملكه العربيه السعوديه يدرسوا هذه الامور قرروا بان هذه البلدان تستطيع استضافه كاس العالم هذا لا يعني بان المملكه المغربيه سويسرا نو ما عندها برك عندهم شروط تنظيم كاس العالم انت الوضع راهو كارثي في الجزائر لدرجه اننا ماشي كاس العالم حنا كاس العالم ما نقدروش حتى نفكروا فيها كاس افريقيا ورفض ملفنا ومن بعد قال لك 24 ساعه قبل قال لك رانا انسحبنا شوف الصوره تاع البلد خويا انت راك تظن بانك وطني كي تقول دركا وتحاول تبرر وتبحث على بالك انت بشكل غير مباشر راك تدمر في بلادك كي تقول الكلام هذا راك تدمر في بلادك باش الناس تتقدم لازمك تقول باللي رانا في وضع كارثي لازم تقول الجزائر راهي مضحكه لازم تقول باللي البريكس راهم ربوك ولا فروب قال لك انت ما عندك وزن ما عندك هيبه ما عندك مواقف لازمك تقول هذه الامور لازمك تقول باللي ما كاش نقائص في الجزائر كاين نقائص خويا شوقي الجزائر فيها نقص لو كان شوف اصلا اخر حاجه لو كان اصلا كانت متوفره الامور لو كان ما راكش عايش انت وين راك عايش خويا واه واه على بالي بها هذه قلت لك كاين نقائص انا ماشي نقول لك ماشي نقائص لازم تفهم باللي بلدنا راه صار مزبانه خويا العزيز
انت نعطيك، انا نعطيك في الحجج، نعت لك في الطوابير في الجلفه، نعت لك راني فهمتك درك فيما يحدث اقليميا، مثلا في صوره الدبلوماسيه الجزائريه، قضيه البريكس اللي الجزائريين كامل عادوا يهبطوا راسهم منها حبينا ولا كرهنا، كانت فضيحه كبرى. لا انا سيفري، انا تاني كيما راك نتايا نغير على بلادي ونبغي بلادي تكون مبدئيه. غاضبتك تاع البريكس؟ لا سي نورمال غاضتني، بصح انا منا من هذا المنبر انا جونبو ان ميساج ا لو بريزيدون تبون، لا بروشان فوا الفو دير دير يدير ناس، يعني دي كاليفي، ناس دي كاليفي باش يسيروا الشؤون، ما يديرش نيمبورت كي. انت في رايك اخويا من 62 النظام هذا ما قدر عمرها ما تغيرت حاجه، درك حنا نبقاو نديروا في النداءات للنظام وحنا على بالنا باللي ممكن نديروا. قول لي باغي ندير، عطيني سوليسيون، شنو باغي نديروا؟ عطيني سوليسيون. لا سوليسيون، شوف اول شيء انت اخويا، انت 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 كشخص درك اول مره راح نشخص معاك، انت كشخص تبدا تقول الامور على بلا ماشي تبان لك روحك هذيك تاع تغطي وتغمض عينيك وتهون من الامور. انت اذا تشوف مثلا جيران، باسكو ملي طلعت انت تهضر على البلدان وتركز على هادو الجيران، اذا هادو الجيران مقلقينك احنا نبنيو بلادنا باش يوليو كي يحل فمه هو نقول له شوف الجزائر خويا واش واش راك عندك حق في هذه الهضره، عندك حق. لا لا باش هذاك الوقت ان تكون عند نقابل خويا، انت حاب ترفع راسك، حاب كي واحد يهضر على الجزائر تطلع عنده تقول له واش فيك احسن خويا. انا بلادي يهضروا عليها بحاجه زينه وبلادي تكون تشرف، وين نروح راسي مرفوع ونقول تحيه للجزائر. انت تقول لها هذه خويا هذا هو الرسمي، انا هذا واش حاب انا خويا، انا هذه باغيها سي نورمال، انا باغيها وباغيها الكوريبسيون ولا نارشي، لا كوريبسيون ولا نارشي، هذو كلشي نتمنى كاع ما يقعدش. شوف ونختموا بهذه برك، ومره الجايه ان شاء الله نزيد تزيد تكمل معنا. شوف نتفقوا برك حاجه قبل ما تروح، انه تاع انك هذه تاع تنقص وتهون وتغمض عينيك راهو ماهوش حل، وتبرر ماهوش حل، الحل العكس. شوف كي تكون على بلادك خويا، كي تكون على بلادنا مثلا قضيه الامن تاع البلاد، تسليح الجيش وغيرها، مانيش راح ندخل فيها ما تخافش. بصح انا لو كان نشوف النقص او ماشي حتى اذا كان نقص صغير نضخمو، باسكو تما راه راسي في اللعب. لو كان على بلاد اخرى قادر نقول نورمال وكاين نقائص، بصح كي تكون بلادك العكس المشكل ضخمو، باسكو راسك في اللعب لازم تضخم المشكله ولازم باش تلقى لها حل. فهمت الفكره تاعي؟ شوف على الفكره تاعك قلت لك انا نحترم اي انسان، قلت لك انا راك معارض تهضر على المشاكل تاع الجزائر على عيني راسي ونحترمك وصافي بليزير، باش الناس تدي القدوه في البلاد تاعنا، يدوا القدوه ونخدموا بلادنا باش نافونسو، هذه راني معاك. بصح انا قلت لك شو سوي كونتر بيرسون يخدم في جهه معينه، هذه ما نبغيهاش في معارض. خويا شوف اللي يخدم جهه ولا ما يخدمش جهه، درك حتى انا درك تقدر تعرف باللي نخدم جهه ولا ما نخدمش، ما تقدرش تعرف هذه راهي هضره. بصح كاين لا فاسون تاع لا فاسون الهضره ولا فاسون هادي ومنه، وتلقاه يروح فما ويدور تصاوير ويدير ويدير على حساب البلاد تاعه. خويا انا كشوينا تهضر عليا كشوينا، رحت انا باش تحكم عليا. مانيش عليك انا اللي نقول لك، يعني انا كي تكون تهضر على مشاكل البلاد نحترمك خويا. شوف حتى هذاك اللي راه خليني، حتى هذاك اللي مفضوح انت بالنسبه لك راه باقي، حتى هذاك واسمع إذا عنده فكرة تشرح إزاي، إذا ما عندوش إذا تشوف فيه أنت باللي راك ضامن باللي راه متابع ولا خلاص خلصت الحكاية، بصح باش تبقى تحاكم في النوايا تاع الناس، عوض أنك تاخذ الأفكار من الناس. عوض أنا كنت ناخذ، أنا كنت ناخذ بصح بعض المرات بعض الناس كنت ناخذ منهم، ما نكذبش عليك ونحترمهم، بصح كي شفت أخويا غير دف 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 دف، كيما أنا قلت هذا معارض جزائري ولا أدو. أنت راك إنسان ديجا راني كي حكيت معاك مقارنة مع البداية راك شويه عندك عقلانيه، استعمل العقلانيه تاعك باش تفرق، باسكو انا راني قدامك راني نحكي معاك وراني نشوف فيك دركا في عين او في الكاميرا، مي راك تشوف فيا، راك مستحيل تعرف. اللهم الا اذا جبت دليل اذا هذا تابع ولا مش تابع. في السياسه لما تكون تواجه في نظام متعفن مثل النظام الجزائري، تكون في ظروف مهما كان النظام، المهم نظام في العالم الثالث، راه دائما راح تلقى التهم بالعماله.